الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، هناك تنطلق هنا في هذه الفترة الصباحية باحثة عن الناموس بالشعارات التي دائما لها صولات وجولات في سباقات الهجن العربية الأصيلة. هناك هناك مع انطلاقة الشوط الخامس عشر والمخصصة هناك للجعدان بهذه الشعارات الجميلة والمميزة، هناك باحثة عن الناموس وباحثة عن المقدمة، باحثة عن المركز الأول، انطلق مباشرة مع الصدارة والمقدمة والانطلاق الجميلة في هذه اللحظات. هناك شاهين مع الصدارة، هناك شاهين مع الصدارة والمركز الأول في هذه اللحظات، ولكن هناك موادع من يتسلل إلى الصدارة والمقدمة والمركز الأول مع موادع في هذه اللحظات، سالم بن راشد بن غدير، بينما التحدي الجميل والمميز والملحوظ من ثاني المراكز هناك وصل مشرف وعبد الله بن خالد بن حميد بن حارف المهيري من يتواصل هناك على المركز الثاني، انتقل مباشرة مع المركز الثالث والثالث المراكز حمد بن محمد بن حمد العامري يتواصل هناك مع موادع على ثالث المراكز، المركز الرابع هناك سلهود جمع السادس صاحب النقطة في صباح هذا اليوم، أعود مع الأمتار الأخيرة، أعود مع الصدارة، هناك شاهين الدرعي هناك مع المقدمة، الدرعي مع شاهين، سعيد بن سالم بن علي الدرعي يتواصل مع المقدمة، عاشق الصدارة والمقدمة والمركز الأول، ها هو شاهين السلالة الجميلة السلالة المميزة مع خط النهاية، هناك هذه لحظات وصولة وعبولة إلى خط النهاية، سعيد بن سالم بن علي الدرعي على صدارة هذا الشوط، تهانينا لحظات الوصول والعبولة إلى خط النهاية. المركز الثاني كان من نصيب زعفران صالح بن حمد مبارك من نابة، المركز الثالث كان من نصيب على ثالث المراكز هناك الزعيم راشد بن سالم بن علي القيلاني من يتواصل على المركز الثالث، المركز الرابع ورابع المراكز والدخول، المركز الرابع هناك من نصيب الدخول من شاهين محمد بن سالم بن حمد بن يطمع العامري، خامس المراكز والمركز الخامس هناك أعزائي المشاهدين سبع حامل رقم 57، التوقيت الزمني ولحظات الوصول 7:47 وفاء وتماما، هناك الحملور راشد بن صابر. المركز الثاني كان من نصيب هناك 7:42 اجزاء من الثاني، هناك كان من نصيب زعفران صالح من الشعار العويسي هناك على ثاني. سالم بن علي القيلاني المركز الثالث 7:43.8 اجزاء من الثاني، كان من نصيب هناك شاهين حمود بن مقبل بالسيف. إذن تواصلنا